قالت الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان، وذلك بسبب الفيتو الأمريكي، واعتبرت أن هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين وإجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتداد لا ازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم. وأكدت الخارجية مواصلتها بذل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة، وذلك لوقف حرب الإبادة الجماعية وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية ومنع التهجير.